اهلا بيكو. النهارده هنعمل مع بعض اكلات اغلبيتنا عارفها وفي بعضنا مش عارفها. النهارده هنعرفها لكل اللي قاعدين معانا وطرق سهله جدا وبسيطه ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده فراخ بالفريك، وهنعمل جنبيها جلاش بالبيض، وكمان حاجه حادقه او حرشه جنبيها كده بتنجان مخلل على طريقه جديده. وكمان هنعمل الحلو بتاعنا بسيط جدا، عشان كده انا هتعيك في الغدا. هنعمل شعريه باللبن، ويلا بينا نبدا الحلقه. ودلوقتي هنعمل مع بعض الفراخ بالفريك. هنجيب فرخه سليمه، ونجيب نص كيلو فريك وننقعه. ضروري جدا خلي بالك انت تنقعي الفريك قبلها بساعه او ساعه ونص او ساعتين، يعني كويس كده قوي. وبعدين عندنا بصله مفرومه كويس او مبشوره، وعندنا زبده وملح وفلفل وحبهان، ده عشان الفريخ. اول حاجه هنعملها هنا ان احنا هنسوي الفريك. هنسوي الفريك ازاي؟ سهله جدا. احنا هنحشي الفرخه والفريك كتير، مش هنحشي كل الفرخه بالكميه دي كلها، لا احنا هنسوي الفريك كله. هنحشي منه الفرخه ونحط الباقي في صينيه، بس طبعا بعد ما نسلق الفرخه ونحط الصينيه الفرخه عليها وندخلها الفرن، فهتاكلي معاها صينيه فريك مع الفراخ المحشيه. نولع النار كده ونجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الزبده بتاعتنا. نجيب فرخه كده جنبنا. الخطوات بقى هنا مهمه عشان تعملي حاجه طعمها حلو وريحتها حلوه مبقاش فيها اي زفاره، وتاكل حاجه بنفسك كده تطلع ريحه جميله جدا وهي بتتعمل. اهم حاجه عندنا الفرخه مغسوله كويس جدا ومدعوكه بليمون، ده اهم حاجه عندنا. تغسلي الفرخه ملح ودقيق تحت الحوض كده كويس قوي، يعني ملح وتشطفيها، وبعدين حبه دقيق كده، كبشه دقيق جوه الفرخه وبره وتشطفيها، وبعدين تجيبي ميه وتعصري فيها الليمونه وتحطي فيها الفرخه لغايه بقى ما نيجي نشتغل بقى زي كده. يعني حضري كل حاجتك وتعالي هاتي الفرخه من الميه ام ليمون، هتلاقي لها بقت ريحه تانيه خالص. لا بلاش زبده، احنا عايزين زبده بس. حط كده معلقتين. هنا الفريك بيحتاج زبده زياده شويه لانه ايه، بيبقى ناشف قوي لو ما حطيتوش زبده كويس. احنا هنسويه شبيه بالرز، هنسوي الفريك بس ببصله كاننا بنعمل رز كده بالظبط، لان في ناس كتير او بنات كتير صغيرين يعني ما بيعرفوش يستعملوا الفريك، فهو فريك عادي احنا جبناه. لو عايز نقاوه بتخلي بالك منه، لو في حاجه لو هو نضيف خلاص، هو كان زمان اللي محتاج نقاوه دلوقتي لا، ما خلاص اغلبيته نضيف. وبعدين ننقعه زي ما قلت لك كده ساعه او اتنين على ما تجهزي حاجتك تشتغلي فيه بقى. نجيب البصلايه كده نشوحها مع حبه ملح وفلفل جنبنا هنا كده، حبه فلفل اسود برده كده وملح. انا مش هحمرها، انا هشوحها بس، ادبل البصله بمعنى اصح. كده انا حاطه ميه على النار عشان ايه، اول بس مهديه عليها عشان اول ما اخلص الفرخه احطها تتسلق. طبعا بتعملي الفريك زي ما انت عايزه، عايزه كميه قليله هتحطي ربع كيلو فريك، ان هو بينفش كتير جدا، يعني ده يعني دول حوالي اقل من نص كيلو فريك، يعني حوالي 300 جرام، ربع كيلو وشويه. شوفي عمل قد ايه، يعمل لك صينيه محترمه. ننزل كده الفريك بقى، صفي الميه بتاعته الاول بس، لو في ميه نصفيه منها عشان انا عايزه ايه اشوحه تشويحه مع البصلة، فنصفيه من مية النقع بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى ايه نقلبه كده، نخلي البصلة تختلط بكل الفريك تشويحة صغيرة، وبعدين نحط لها المية ونسيبها ايه تشرب شوية مية. يعني احنا هنديله هنا نص سوا، نص هو كده
كده هو دخل في سوى، مجرد ان احنا نقعناه اللي احنا حطيناه فيها ساعه او اتنين هو دخل في سوى. نيجي بقى احنا هندخله في سوى كمان شويه مع ايه؟ مع اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي هو التسويه، زي بنسوي الرز بس نص سوى بالميه بتاعتها شويه. الفريك ما بياخدش وقت خالص على فكره. كده شوح شويه. انا هحط لها ملح وفلفل بس هي هتعوز شويه كمان، بس لما احط لها الميه. الميه جنبنا هنا. البصله بقى اللي بنسويها مع الفريك دي بتديها ريحه حلوه قوي وطعم كمان طبعا، مش ريحه بس. وكمان بقى لو عندك كبد وقوانص مثلا فرخه كده ومعاها كبد وقوانص بتاعتها، او انت هشتريتي معاها كبد وقوانص، هتحمريهم مع البصله الاول. احنا حطينا البصل الاول اهي تتشوح، نروح منزلين عليه نقطع كبد القوانص. بس طبعا لو في كبد وقوانص اتنين مع بعض بننزل القوانص الاول ونديها كام تقليبه كده، وبعدين نحط الكبد ونديها نسويها خالص، وبعدين نبدا نضيف لها ايه الفريك بتاعنا ونقلبه مع بعض ونسويه عادي كله مع بعضه. نحشي منه برده الفرخه بالفريك والكبد والقوانص ونعمل الصينيه زي ما احنا اتفقنا كده. لو انت بتفضلي كبد وقوانص معاها كده، حط لها بقى ايه ميه كده. مش هديها ميه كتير عشان انا عايزه اديها مش سوى كامل، يعني نص سوى كده بسيطه، عشان انا هحطها جوه الفرخه وهكمل سوى في الشوربه، وكمان لما احطها في الصينيه كفايه كده قوي، وكمان لما احطها في الصينيه هديها شويه شوربه من بتوع الفرخه وهدخلها الفرن. خليها دقيقتين بس كده، الميه دي غليت خلاص هقطش عليها. ونيجي هنا الفرخه بتاعتنا، احنا طبعا زي ما قلت لكم احنا غسلينها كويس قوي. هنيجي نعمل ايه؟ بس ننضف هنا. احنا غسلينها بدقيق وملح ونقعينها في ميه وليمون. هنجيب فرخه في الطبق اللي هنحشي فيه كده، نجيب ملح وفلفل عشان الحاجه لما تكون بهره كده زي ما قلت لك بتدي طعم حلو. نحط هنا معلقه ملح كده ونص معلقه فلفل. الخطوه برده البسيطه اللي بقولك عليها دي تدي طعم تاني خالص للفراخ. دول كده، ونبدا ندي رشه نتبلها كده بالملح والفلفل. ومن جوه اهم حاجه كده، بره هي كده كده من بره لما نيجي نسلقها هتاخد ملح وفلفل من الميه اللي هنحطها. هنحط في ميه طبعا في الشوربه دي ملح وفلفل وبصلايه وحبهان، عشان تدي الحبهان، على فكره الفراخ بحب الحبهان جدا. ونفصل الجلد عن الفرخه كده اهو، ونحشيها برده حبه ملح وفلفل كده، وبين الايه الوراك كده. التبليحه دي مهمه قوي قوي قوي، يعني خلي بالك منها، هي بسيطه جدا وخطوه بسيطه بس تديكي للفراخ طعم تاني خالص، خصوصا ايه مع الفريك كده من جوه، او حتى لو انت ممكن بتسلقيها عادي تعملها الخطوه دي. بس بقى كمان بتحشي بصل بقى، يعني احنا لو انا مش هحشي لها بصل عشان انا هعملها بالفريك، انما لما تيجي تسلقيها عادي وتروحي بشره بصل مع الملح والفلفل وعملتها نفس التدليكه كده من بره ومن جوه وسلقتيها، جربيها هتعجبك جدا. اغسل ايدي بس عشان اشوف الفريك. نقلبه
شوف هو بياخدش سوا ازاي على طول. بس انا اخليه ايه يشرب ميه دي شويه شويه صغيرين. طبعا هي الفرخه مش تاخد وقت في الحشو خالص لانها سريعه جدا. بس انا بقى هحط الميه الحبهان والملح والفلفل. بس الحبهان لازم اكسره. افتحها بس كده ايه فتحه صغيره. انا قلت لكم دايما الحبوب اللي جوه دي هي اللي ايه اللي بتطلع الريحه، ريحه الحبهان. والفراخ بقى صديقه الحبهان، يعني ثلاث اربع فصوص كده وملح وفلفل برده عشان تبقى الحاجه حقيقه وطعمها حلو. عشان هاخد من الشوربه دي بحط على ايه، ممكن نحط لها حته جزره للشوربه عشان طعمها حلو. الجزر والبصل والحاجات دي بتبقى حلوه جدا. حتتين جزر كده بس، بتضيع الزفاره جدا على فكره وبتعمل لك شوربه حلو قوي. ناخد حته طماطميه كمان وناخد بصلايه عشان نحط في الشوربه. بصله بصله بصله. ممكن حته واحده بس كده خلاص كده. وهحط البصله واسيبك فاصل صغير ونرجع نكمل بقيه اكلتنا. فاصل ونوصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من فاصل كده. الفريك استوى، هبدا بقى انزل منه في الطبق هنا جنب الفرخه عشان يهدى شويه. وطبعا زي ما اتفقنا الميه على النار، حطيت لها بصله وحطيت جزره وطماطمايه. كل ده عشان اكلك فرخه طعمها حلو وما فيهاش اي زفاره خالص. كفايه دول كده الفرخه، ودول هحطهم في الصينيه. بعد ما تتسلق الفرخه احط بقى شويه الفريك دول كده على الصينيه، وبعدين اروح حطها ايه في فوقيها الفرخه المسلوقه، احط لها معلقتين شوربه وادخلها الفرن. هنيجي هنا بقى عندنا الفرخه كده، ابدا احشيها. ممكن تقفليها بتباره بعد كده كده احشيها من جوه. ناخد بقى بين الجلد كمان كده. بين الجلد والفرخه وبين الورك كده اهو، نقلبز الفرخه شويه. مش مهم حاجه من الفرخه هنا قد ايه، يعني مش مهم تكون حاجات صغيره، لا عادي ممكن تجيبي فرخه كبيره وتعمليها بالطريقه دي. كده كده احنا هنسلقها وتاخد سواها عادي خالص. ممكن بقى ايه، احنا هشتري قبل كده رز والمره دي فريك. ممكن تنوعي بقى زي ما انت عايزه، ممكن تحشيها برز، تحشيها بفريك، تحشيها مثلا برغل، حاجات كتير بتتعمل وتجديدات. كده ممكن بقى نقفلها بتباره، وممكن هتقفلها زي ما اقفلها دلوقتي بورق المونيوم. مقلبزة كده. دي بقى ورقة الومنيوم عشان انا عندي مثلا ايه زي اللي حصل دلوقتي ان هي ايه مش هينفع اكتفها ولا عندي اطباره ليها، هحطها في ورقة الومنيوم واسلقها. يبقى ساعات كده راجل هو بينضفها بيبوظها لك شويه زي ما حصل معانا النهارده. نضفها لي زياده عن اللزوم. كده
برضو انا هكتفها كده، بس هي برضو هتتسلق وهتنزل شوربه كل حاجه، انا مش هقفلها بالجناب، انا عايزه بس احافظ عليها على حال شكلها بالمنظر ده كده. نبدا بسم الله. نقفل عليها ونسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. هخلي الطبق ده هاخد منه برضو الفريك ده، مفيش حاجه هو كويس اللي هيبقى منك كده كده، هو ده مستوي هنحطه في الصينيه. نيجي بقى هنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بس همسح نضف بس مكاني. بشطف ايدي ونيجي نعمل بتنجان مخلل بشكل جديد. نجيب زيت طبعا عشان نحمر فيه البتنجان. انا شفت البتنجان عند الراجل اغراني، ما كنتش ناوي اعمل بتنجان مخلل ولا اعمل اي بتنجان، بس هو شكله اغراني كده، شكله حلو. عندنا طماطم وتوم، عندنا بتنجان بالشكل دوت وطماطم وتوم، كفايه دول، دي خليها ديكور شكلها حلو. نعمل دول بس كفايه. احنا دايما بنعمل بتنجان ازاي؟ يا مسلوق يا اما بنفتحه كده ونحمره. النهارده هنعمله حلقات صغيره كده شكلها شيك قوي في الطبق كده، حاجه جديده. نيجي نولع هنا على الزيت، نقطعها بقى ازاي البتنجانه دي؟ هقطعها طرنشات مدوره. بصوا كده كده اهو، حلو الحجم ده. ده بيتاكل بقى ايه الواحده بوحدتها كده، او لو كمان عايزه اصغر من كده ممكن تجيبيه اصغر من كده كمان، بيبقى ايه حلو قوي في الشكل كده، في منظر الطبق بقى جميل قوي. وهنعمل له دقه عادي بالثوم والفلفل والطماطم، ونروح سايقينها للبتنجان ده. ده ممكن تحطيه علبه في الثلاجه كمان على فكره، يبقى حلو قوي، يبقى حاجه مخلله يعني. نفس الحاجة دي، يعمل طبق مخلل حلو كده ناكله جنب الفريك بالفريخ. بس كفاية كده، ما تعملش حاجة تانية خالص، تاكلي حتة الفرخة ومعاها الفريك بتاعها زي الرز ومعاها بتنجان مخلل. ده كده وجبة كويسة قوي. عايزة تعملي خضار بقى، ممكن تعملي سلطة خضراء لو انت عايزة، او تعملي اللي تفضلي بقى. ده لسه متسخنش، اعمل لها دقتها على ما تسخن كده. احط التوم، طماطميه صغننه، كان في نص طماطميه استعملتها اجيبها احطها كده، دي كفايه قوي كده. جيب فلفل حامي وليمونه خليها معانا. قرن بحاله، يعني بتنجان حامي. شوف بس الاول نحط البتنجان بقى عشان يتحمر. ده شكل تاني، هو هو نفس الخلطه بس ده شكل تاني بقى ايه، بنشكل في انواع البتنجان المخلل، لان احنا المصريين بنحب البتنجان المخلل جدا. يتحمر شويه، واحنا بقى نحط هنا ملح وكمون بس. طبعا ملح بقى كتير شويه، ده ايه مخلل، حطي معلقه مليانه شويه. نجيب كمون، ريحه الحبهان اول حاجه ظهرت في الايه في الفرخه. مش هحط شطه، انا حاطه فلفل حامي.
الطبق عشان اطلع فيه البتنجان. ده هنعمله بقى ايه طبقات، يعني طبقه ونحط عليها الخلطه وبعدين نحط الطبقه الثانيه. على طول بيتحمر طبعا، بياخد شويه البتنجان احنا عارفينه، هو عيبه انه بيشرب زيت، هو ده عيبه بس. وطبعا ممكن نشويه في الفرن بس بياخد وقت كبير قوي في الفرن. كده هي الفرخه دي هتاخد لها وقت بقى ايه كده، يعني تاخد لها بتاع ربع ساعة تلت ساعة بعد الغليان، لانها فرخة بيضة عادي مش بلدي، البلدي طبعا بتاخد لها ساعة كده، دي تاخد لها بالكتير نص ساعة مش اكتر. حط بقية البتنجان كده، الرز ده هنا، نجيب بقى الخلطه بتاعتنا دي ونحط لها حبه خل ونعصر ليمونه. الخلطه دي زياده احنا هنعمل فيها ايه؟ هنستعمل اللي نستعمله ونحط بقى بطرمون في التلاجه. تيجي بقى تعملي بتنجان بعد كده هيبقى معاك الخلطه دي جاهزه، مش هتاخدي منك اي وقت. ممكن تخلي بيها طماطم، ممكن تخللي بيها بتنجان زي كده او بتنجان المسلوق، ليها كذا طلب. فدي هتستعمليها بالمنظر ده وتروحي حطها في التلاجة. وهحط ده كده هنا وهسيبك فاصل صغير ونرجع نكمل بقية وصفاتنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل وهنعمل دلوقتي حاجه حلوه، مش حلوه كحلوه، لا هي حاجه حادقه بس حلوه، هناكلها مع الفريك او بلاش زي ما انت عايزه. ممكن تعمليها وممكن لا، ممكن تعمليها لوحدها كفطار او عشاء. هنعمل جلاش بالبيض. شوفي دلوقتي، بصي بقى، بسم الله كده عندنا الجلاش بتاعنا، هو ورق الجلاش تجيبيها ونجيب بيض، كميه بيض محترمه عشان كده تنفع عشاء او فطار عشان فيها بيض كتير. احنا هنعمل ايه؟ مش كتير بس انت ممكن تعملي بقى عشان الورقه كلها بتاخد كذا بيضه كده. نعمل 3 بيضات مثلا كده، هنشيل القشر ونشيل البيض ورانا، وهنعمله بملح وفلفل. نجيب شوكه الطريقه دي هتعجبك ان شاء الله، لان هي طريقه جديده وحلوه، وهتاكل بقى الاولاد البيض في الفطار او في العشاء. يعني انت لو الطفل رايح المدرسه الصبح وعملتي له دي حلوه قوي للمدرسه، او ياكلها في البيت دي او دي. نحط ملح وفلفل نضربها كده، نولع الزيت كل ده، الفرخة على النار. نجيب هنا كده بقى ايه، ناخد الجلاش كده جنبنا ربنا. ده انا عايزة افكه شوية زي ما اتفقنا، احنا بنفك البيض بايه، يعني ما نخليهوش ليه علق جامد كده، يا بلبن يا بق مية اي حاجة. احنا جنبنا ناخد معلقة مية صغيرة ونفك بيها البيض كده.
نجيب بقى ورقة من الجلاش، بس بلاش الورقة المقطوعة، خليها دلوقتي نستعملها بحاجة تانية. نجيب ورقة جلاش كده، وندهنها بالبيض. دهنها كويس يعني نملاها، مش هتبقى دهن بس زي الزبدة او الزيت، لا ندهنها بيض كويس. يعني عشان كده بقول لك هي ممكن تبقى وجبة عشان فيها بيض كويس، يعني ممكن كمان في ناس ممكن يحط لها بيضاية بحالها على الوش ده بس كده، بس انا مش عايزاها ايه تبوظ منك، فهديها لك وش بيض بس مليان مش قليل كده. كده اهو كلها، ونطبق نديها وش بيض تاني. دي وجبة حادقة. تاني اطفي على النار عشان ما يسخنش قوي، على ما اخلص كام واحده وابدا احمرهم. وش بيض تاني نعمله كده، نعمل واحده كمان. جيب طبق عشان ايه ما تلخبطنيش، واحط حاجه فوق حاجه. ده كده الجلاش بالبيض، ممكن قوي كمان ناحيه الاثنين الناحيه الثانيه كمان، ايه رايك؟ عشان ما يبقاش كبير معاهم، لو عايز تديهم سندوتش في المدرسه بالمنظر ده هيبقى حلو جدا. ناخد جلاشه تاني، نعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي او العدد اللي انت عايزاه، مش كل الكميه يعني، ممكن انت عايزه مثلا 3 4 تعمليهم كفايه قوي، تشيلي بقى الجلاش في الثلاجه، ممكن بالليل تعمليه، ثاني يوم تعمليه مش هيجرى له حاجه، الجلاش بقى في الثلاجه كذا يوم. بس طبعا لازم تلفيه في كيس، ده اهم حاجه عشان ما يشوفش يتكسر معاك مش عارفه تعمليه، لان انا اهو اما لقيت واحده مقطعه رحت شايلاها، قلت اعمل بيها حاجه تانية، ممكن نعمل بيها اما اجي اي صينيه هستعملها باللحمه المفرومه مثلا، او اعمل ام علي بيها ممكن كده. املاها بيض اتني، بقى كده كل بين كل واحده وواحده احط بيض، يبقى زي بدهن الزبده، كانك كلتي بيض بالعيش، كانها عيش، نعتبر ده عيش ودوت الايه الحشو بتاعه البيض كده. كده نحط هنا، يبقى كده نعمل جلاش بالبيض محمر حلو جدا ان شاء الله، سندوتش يعني. ده ما هو ده يعتبر دول سندوتشات على فكره، يعني الطريقه دي يا اما والله كمان مش سندوتشات بس، يعني دي كمان لو تتعمل في عزومه او تتعمل جنب اكل حلوه جدا. كده اتنين ربع، طبعا البيض بيلزق فيها على طول. كده خلاص الكميه اللي عايزه اعملها، وبعدين اولع على الزيت بقى علشان ايه مفيش حاجه تتحرق مني، طبعا ده بيض والجلاش بتلزق بسرعه جدا على النار، فانت غير تحمري وانت شغاله هتلاقي التحمير بيعمل بسرعه، ممكن تلسع منك او يحرق منك على طول. دي سهلة جدا وبسيطة كده. ممكن كمان تعملي كمان حاجة، ممكن احنا بنعمل كده يعني مثلا تروحي عاملة كده وحاطة ايه رشة بيض، عاملة بيض كده بالمنظر ده، عندك بقى جبنة رومي جبنة موتزاريلا،
هتروحي رشاها هنا وتروحي قافله عليها مع البيض، بس اعمليها في طبقه واحده بس، يعني اعمليها في الطبقه دي كده. احنا هي عملناها اهو، هتروحي جايه هنا ماسكه دي كده ورش هنا الجبنه، جبنه رومي او جبنه موتزاريلا، يبقى انت خدتي البيض والجبنه في وقت واحد كده. تروحي رشه الجبنه هنا وقافله عليها بالمنظر ده، ما تحطيش هنا بقى كفايه كده عشان ما يقعش في زيت ويتحرق. هي الجبنه ناحيه واحده بس، ونطبق بقيه تطبيقاتنا عادي جدا. يبقى انت استغليتي الموضع ده وخدتي بيض وجبنه مع بعض كده، والجبنه بقى هتبقى ايه حطت في النص، يعتبر التطبيق اللي عملناها دي هتبقى حطت في النص كده. نعمل واحده كمان وكفايه على كده، حط جبنه حط زيتون كمان هتبقى جميله جدا. بس هي في الاخر الخلاصه ان هي بالبيض، ضفت لها جبنه ضفت لها زيتون حط لها لحمه مفرومه، بس في ناحيه واحده زي ما قلت لك عشان تعتبر ان هي هتيجي في نص الصينيه، في نص الجلاشه مش الصينيه، في نص الجلاشه هتحط فيها البيض والجبنه او البيض واللحمه المفرومه، بس اهم حاجه يكون موجود البيض عشان هو اللي هيلزق، ده هيلزق فيها الجبنه او هيلزق فيها اللحمه المفرومه، هو ده يبقى الصنغ بتاعنا. وكمان هي الطبقه الواحده دي ونيجي احنا نطبق بقى كده، هتبقى هي هتوصل انها توصل لنص الايه الجلاشه. بس كده نولع على الزيت كده، طب اعمل واحده كمان بقى على الزيت ما يسخن كمان بالمره، استغل الوقت وانا واقفه، هو الزيت بيسخن نخلص حبه كده. ده بقى ممكن يتاكل زي ما قلت لك مع الاكل اللي احنا عاملينها دي مع الفريك بال كايه كتسالي، كان مثلا زي الايه ما بنعمل السمبوسك جنب الاكل، ده ممكن يتعمل جنبيه. بس كده كفايه دول، وما خدش بيض كتير، نشيل بقى دول كده ونلف دي. هنشتغل بيهم برضو، بس ننضف مكاننا هنا. واجيب الطبق اللي اطلع فيه يسخن، بس لازم يكون الزيت سخن، اتفقنا الزيت يبقى سخن ليه؟ عشان لما احطش دي وتروح لازقه، لو انا الزيت بارد بيعمل ما بيعملش فاصل، بتروح الحاجه اللي انا عاملاها لزقت فيها فجاه عمالها تلزق، لا اما تكون بقى سخنه بتعمل لك طبقه عازله بين الجلاش وبين الزيت. شوف العمار كمان اهو، انا سايباها يعني هي خلاص، انا دلوقتي شويه صغيرين هشيلها واحطها في الايه؟ في الصينيه اللي هي صينيه الفريك اللي انا عملتها اهي. انا خدت الفريك اللي انا مسوياه من الحله وهتحطها وموسعه مكان للفرخه، هتيجي الفرخه انا هشيلها كمان شويه صغيرين واحطها وادخلها الفرن تاخد وش وخلاص على كده، مش في اي حاجه تانيه كده. الزيت قرب يسخن، بس انا مش هحمر دلوقتي، انا هحمر بعد الفاصل، فاصل ونوصل. دلوقتي هنحمر الجلاش، نمسك كده الجلاشه كده زيت ايه انا حطيته من شويه يسخن، نجرب التجربه الاولى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، كده الجلاش ده بقى عاملينه ازاي؟ جلاش بالبيض عشان اللي ما كانش قاعد معانا، مفيش حاجه خالص، ده جلاش وبيض وملح وفلفل. جبنا الجلاش وفردناها وضربنا البيض مع ملح وفلفل ودهنا بيه الورقه وتنيناها كذا يعني مستطيله وبعدين مربعه وبعدين مثلثه وبعدين منديل زي كده بس، وتتحمر في الزيت، ودي يتاكل زي السمبوسك بالظبط.
وطبعا بيستوي بسرعه جدا. انا هوطي عليه النار شويه علشان ياخد حبه سوا، البيض يلحق يستوي قبل الايه الورقه ما تتحرق. شوفوا بقى سندوتش بيض محترم وبيتنفخ ازاي، جميل جدا. ده للمدرسه برضو، للمدارس الاولاد حلو قوي. حط كده ده الاول زي ما عملنا كده، تعمليه تكوني الحبه اللي هتعمليهم كلهم، وبعدين تبداي تحمري. عشان بصي تتحمر بسرعه ازاي، لو انت بدات تحمري وانت شغاله مش هتلحقي توصبي هنا ولا هنا، فالاحسن انت تخلصيهم كلهم عمايل وبعد كده تقلي فيهم بقى. اه كده بس كويس قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ومش بشرب زيت اول حاجه على فكره، شرب زيت قليل مش كتير. يبقى سندوتش بيض، سندوتش بيض جبنه زي ما انا قلت لك قبل كده، هيبقى كذا حاجه، بيض بالجبنه الموتزاريلا، بيض بالجبنه الرومي، صح؟ زي ما اتفقنا كده. كده كده نحطها هنا، نوضب معانا ايه الشغل بتاعنا، شكله حلو عشان ده برضو حطيتيه مع غدا برضو هيبقى شكله جميل جدا. في الفصل على فكره انا طلعت الفرخه وحطيتها على الفريك وسقيت الفريك كبشتين شوربه من نفس شوربه الفرخه ودخلتها الفرن بقى عشان ايه تتحمر، عشان الحق اوريها لك قبل الحلقه. هي بتخش على الشوايه بس على فكره، هي مجرد اشمعها بس من تحت، واهم حاجه عندي الشوايه بس، انا مهديه الشوايه عشان تاخد راحتها شويه، عشان عايزه الفريك ياخد من شويه من الشوربه يستوي كمان. بس كده شفتوا سهله ازاي، ما فيهاش اي حاجه. ورقه جلاش مع كميه قليله جدا من البيض، احنا عملنا 3 بيضات ما خدتهمش، يعني كان ممكن بيضتين كمان كفايه، بس ممكن 3 بيضات على الورقه كلها او 4 ورقه الجلاش كلها، احنا ما عملناش كام ورقه من الجلاش بس، حاجه بسيطه كده. بس كان شيل بقى الزيت، انا مش هحطه في الفرن عشان انا عندي فرخه في الفرن، ما ينفعش احط الزيت والفرن والع، لا ما احطوش فيه خالص. كده ادي الجلاش بتاعنا. دلوقتي بقى هنعمل حاجه حلوه وسهله جدا، واحنا كتير بنعملها بس ناس كتير قوي ما يعرفوش يعملوها مع ان هي بسيطه جدا، يعني طبعا الصغيرين مش الكبار. لما بس هنا كده عندنا بقى ايه، شعريه، وعندنا زبده، وعندنا لبن، وطبعا سكر عشان دي حاجه حلوه. احنا هنحمر الشعريه في الزبده وبعدين هنسقيها بميه عادي، هي الطريقه دي سهله جدا بس ناس كتير جدا بتلخبطوا فيها. يعني قبل كده حد قال لي ان هو عمل ايه، حمر الشعريه وبدل ما يسقيها ميه سقاها لبن، اللبن راح مقطع على طول في الشعريه بقى شكلها مش حلو. لا هي لازم نعمل الشعريه لوحدها خالص وبعد كده نغلي اللبن والسكر ونسقي بيها الشعريه في الطبق اللي انت بتاكلي فيه بس، هي دي الطريقه الصحيحه. انما كتير بقى بيقعدوا يعملوا حاجات يعني بيتلخبطوا فيها، يقول لك اعملي شعريه باللبن، دي حاجه سهله قوي بس هي ليها خطوات، هي سهله جدا اه بس ليها خطوات. احنا اول حاجه عندنا ان احنا هنحمر الشعريه، عندنا نص كيلو شعريه او اكتر شويه، نحمر كميه اللي انت عايزاها بقى، هي هتبقى شبيهه ايه بعمايل الرز، ان احنا زي ما بنحمر الرز كده في السمنه او في الزيت وبعدين نسقيه ميه، احنا هنحمر الشعريه شبيهه بالظبط زيها بالظبط. ناخد كده حبه كويسين من الزبده، يعني معلقتين ثلاثه كده زبده، لان هي بقى حلاوتها في طعم الزبده. خلي ياسا زبده تسيح وبعدين نحط الكميه اللي احنا ايه عايزينها. هي الكميه دي ممكن تبقى كتير على الحله دي، لان هي بتنفش زي اكتر من الرز، مش كمش زي الرز بس، لا يعني الرز يبقى ضعفين دي اضعاف. فدي الشعريه باللبن الناس كلها بتحبها والاطفال بيحبوها جدا،
هنعملها مع بعض عشان الايه الصغيرين اللي مش عارفين يعملوها. نبدا بقى ننزل الشعريه بتاعتنا، بس كفايه كده عشان هي هتملى الحله دلوقتي. نحمرها تحمير عادي كانك هتعمل رز بالشعريه بالظبط. الطبق ده بقى، الطبق ده حلو جدا وبسيط ومش مكلف خالص، يعني ممكن اي حد جايلك فجاه او انا جاي يعني عشان تحمر ده تسيبيه وتقفي تحمري، هتبقى حاجه حلوه سهله جدا وبسيطه وسريعه، يعني ما فيهاش اي حاجه. شعريه عندك في البيت واللبن هتحمريها بس وتحطي عليها اللبن، قدمي له كده سلطانيه كده لبن بالشعريه، حلوه جدا ومغذيه ومفيده، خصوصا بقى لو مع اطفال. كده الواحد كتير مش عامل حسابه يعني يعمل ايه، يتصرف لازم يتصرف من البيت، فدي الحاجه حلوه بنتصرف فيها من البيت. حاجات كتير بصراحه، حاجات كتير قوي، بس يكون عندنا الدقيق، عندنا حاجات مهمه قوي في البيت، دقيق، سمنه، سكر، زبده، الحاجات دي ممكن تألفي منها أي حاجة في ثانية. كده عادي تقدميها زي ما بتقدمي بيلا كده بالظبط. حطي عليها مكسرات بقى، حطي عليها زبيب، حطي عليها جوز هند، أي حاجة. ندي طبق للجيران، خلي بالك حطيها دي للجيران كده طبق منها، اي جار عنده اطفال صغيره وادي له طبق من دي، حلوه جدا يعني مغذيه للاطفال، وكمان الاطفال هيفرحوا قوي بيها والجيران الكبار كمان هيفرحوا. وعلى فكره بقى عايزه اوصيكوا ان اهم حاجه تدي منها للجيران ان لما حاجه تطلع ريحه، حاجه بتطلع ريحه كده جامده وبتبان في الشقه وتطلع للجيران بره، فمهم قوي تديهم منها. انما الحاجه اللي ملهاش ريحه واتدارت خلاص مش مشكله، براحتك انت بقى مش مشكله، حاجه بسيطه يعني كده وربنا يكرم فيها برضو، حتى مهما اديتيهم ربنا هيبارك لك في الباقي عندك، خلي بالك. هي بص انا بتتحمر خلاص، انا هحمرها كويس واروح حاطه لها ايه ميه مش لبن، خلي بالك ما حطيتش كويس قبل كده، اتعمل زي ما انا قلت لك كده واتسقط باللبن وراحت ايه بايظه. فانا بديك الطريقه اسهل حاجه واسلم طريق ايه توصلي له بسهوله. هي كده اتحمرت كويس، احط لها بقى الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا عايزه احطها على نار عاليه عشان ايه الحق الوقت معاكو، العين المنقذه بتاعتي دي. حط لها ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الرز بالظبط كده. طبعا هتستوي بسهوله جدا لان دي شعريه، يعني مفيش غلوه تكون مستويه غير الرز، بس انا اديها ايه وبرده تسقيها زي الرز بالظبط، تغطيها بشويه برده، نغطي عليها ونيجي بقى نغلي اللبن بالسكر لوحده. المكسرات اللي عندنا، نجيب كزرونه نحط فيها كوبايتين اللبن او الكميه اللي هتستعمليها مش كلها، او يعني هنغلي احنا دلوقتي ونسكر وكل حاجه، بس الشعريه دي ما تصبش غير وقت الاكل،
يعني هتسيب اللبن في طاسته زي ما هو كده او في كزرانته ودي في الحله زي ما هي. نيجي بقى ساعه الاكل بتسخني اللبن تاني وتغرفي الشعريه وحطي عليها اللبن بس كده، مش حاجه تانيه. حط السكر التحليه المظبوطه اللي انت عايزاها ونحطهم على النار. كده نقلب السكر مع اللبن ندوب السكر كده بس كده واطلع لك بقى ايه. شوف الفرخه، بسم الله الرحمن الرحيم، هي إيه كده ايه بقت كويسه. عايزه تزود لها حمام اكتر من كده؟ ماشي كده. الفرخه بالفريك الاكله اللي على بعضها، الاكله دي كفايه. مش مهم تعملي الجلاش باللبن بس انا بالبيض، بس انا قلته لك عشان لو حبيتي تعمليه معاها تعمليها، ما حبيتيش ممكن تعمل لوحدها في فطار او في عشاء، حلوه جدا. وكمان لو ضفت لها جبنه زي ما انا قلت لك برده تبقى احلى واحلى جنب دي. ما كانش خلاص، هي كفايه دي وجنبها بتنجان مخلل بالطريقه دي. هو بتنجان اللي بنعمله، بس احنا عملناه دواير وحمرناه قليناه في الزيت وبعدين حطينا له ايه توم وطماطم وفلفل وملح وكمون وليمون وخل. دي الخلطه الطبيعيه بتاعتنا بتاعت اي بتنجان، بس احنا غيرنا ان احنا قلينا بتنجان رفيع ده بالمنظر ده، وده من ليه طويل لا نغير شكله. وعندنا كمان ايه هنا الفريك، فراخ بالفريك. فرخه جبناها غسلناها كويس جدا بالملح وشطفناها والدقيق وشطفناها ونقعناها في ماء وليمون. دي النظافه لاي فرخه لاي حاجه هتعمليها بيها. وبعدين طلعيها بعد كده حطينا لها ملح وفلفل من جوه وبره كويس جدا. وبعدين جينا عملنا الفريك، شوحنا بصلايه مبشوره في ايه في حتتين زبده معلقتين كده كويسين يعني، ورحنا ايه مشوحين فيهم البصل. وبعدين جبنا الفريك منقوع بقى ساعه او ساعتين، يعني من ساعه ونص لساعتين كده او ساعه اقل حاجه يعني. وبعدين شوحناهم مع البصل في الزبده، وبعدين اديناهم ميه سويناها زي الرز نص سوا. وبعد كده حشينا بقى الفرخه، وعشان الفرخه دي كانت الراجل مبهدلها شويه فاحنا حطيناها ورق الومنيوم وايه وسلقناها. انت بقى لو توصي الراجل الاول بتاع الفراخ تقول انا هحشيها هو هيظبطها لك، ممكن تتكتف بس وتخش جوه الشوربه عادي جدا. والشوربه حطينا لها جزر وطماطم وبصل وحبهان وملح وفلفل وسلقين فيها الفرخه وطلعناها حطيناها ايه حطينا بقيه الفريك اللي عندنا في الصينيه وسقيناه شوربه، وبعدين حطينا الفرخه واتحمرت في الفرن. بس سهله جدا ما فيهاش اي حاجه وبسيطه وطعم جميل جدا. هنا خلاص هغلي اللبن كده ونشوف الشعريه ونجيب طبق للشعريه كمان. واستوت بسرعه ازاي؟ بس خلاص استوت الشعريه بتاعتنا بالمنظر ده. اقفل عليها تاخد ايه البخار يكمل سواها، بس هي كده خلاص استوت واللبن ايه يغلي معانا بالسكر. بس كده نجيب كبشه بس نصفي على اللبن خلاص عشان ما يفورش مننا. وزي ما اتعودنا انا اقول لك ايه، اما نيجي اللبن هيفور ما نسيبوش على النار ونطفي، لقيته بيطلع فوق لازم تشيليه وتروحي حاطاه على جسم ساقع على طول هتلاقيه نزل. سبتيه مكانه هتلاقيه وانت حتى طافيه النار هتلاقيه كمل فوران برضه. فنخلي بالنا من الحاجات دي كويس. بسيطه بس بهدل الدنيا. نجيب بقى ايه الشعريه كده نحط كبشه منها في الطبق اللي هنستعمله. كده كده كفايه. ودي بقى بتن ايه مغطينها كده. ما بنعملش فيها حاجه ولا بنسخنها، اللي بنسخنه اللبن بس. ادي كده اهو نمسح بس ننضف مكاننا. ممكن تعمليه على فكره في كاسات اللي هي بتاعت الجيلي دي، ممكن تعملي فيها هيبقى برضه شكله شيك وحلو قوي. ونحط اللبن بقى اللي احنا عايزينه كده بس كده. ونحط بقى مكسرات، نحط جوز هند
عليها كده، وزبيب طبعا ده الاساس، الزبيب وجوز الهند ده الاساس، المكسرات ده زي ما انت عايزه بقى بس كده. وكده عملنا الشعريه الحلوه بتاع النهارده سهله وبسيطه ازاي، مفيش اي حاجه عشان تعبتك النهارده. احنا لما نيجي نعمل حلو خفيف نعمل غدا تقيل، نعمل غدا تقيل خفيف نعمل الحلو بتاعنا ايه تقيل. فالنهارده احنا عملنا حلو خفيف علشان ايه تعبناك شويه في الغدا. عملنا مع بعض الفراخ بالفريك بصينيه الفريك، وعملنا كمان الجلاش بالبيض اللي ينفع غدا وفطار وعشاء، وعملنا جنبيهم بتنجان المخلل عشان تبقى وجبه متكامله مع بعض. جربيها هتعجبك جدا ان شاء الله. والحلو بتاعنا الشعريه باللبن. واشوفك على خير الحلقه الجايه، استنيني هنعمل مع بعض اكلات احلى واحلى ان شاء الله. الى اللقاء.